جديد من برنامج سلوكات رمضانية. اليوم سنتطرق لموضوع الصدقة في رمضان. الصدقة تدفع المصائب والكروب والشدائد مستمعينا الأفاضل، وترفع البلايا والآفات والأمراض، حيث يربي الله سبحانه وتعالى الصدقات ويضاعف لأصحابها المثوبات. إذن الصدقة في هذا الشهر الفضيل، ولكن السؤال من خلال برنامج سلوكات رمضانية: على من نتصدق في رمضان؟ ولماذا نتصدق خاصة في رمضان؟ قفة رمضان والإعانات المالية، من يستفيد منها؟ وهل هي كافية للأسر المتعففة؟ لماذا أصبحت الصدقة يتبعها المن والأذى خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ كيف نتمكن من تحديد الأسر المتعففة التي تستحق فعلا الإعانات المالية والمساعدات التضامنية خاصة في رمضان؟ إذن والسيدات الحضور معنا، وشكرا على تلبية الدعوة، أهلا وسهلا بالدكتور محمد درجيشي المختص في علم النفس والاجتماع. مرحبا بك دكتور درجيشي. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بفضيلة الشيخ حميدة جمال، إمام وأستاذ بمسجد فاطمة الزهراء ببلدية المالح. مرحبا بك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. أهلا وسهلا أيضا بفضيلة الشيخ عبد الحميد لزغن، إمام وأستاذ بمسجد خالد بن الوليد ببلدية شعبة اللحم. أهلا وسهلا بك سعد حميد. وبك أهلا، وعليكم السلام. شكرا لكم على تلبية الدعوة لإذاعة الجزائر من عينت. أهلا وسهلا بالسيدة كفاح سميرة، أخصائية اجتماعية ومنسقة الخلية الجوارية للتضامن. مرحبا بك سيدة كفاح. شكرا، سلام لكم. أهلا وسهلا بالسيدة فضي سامية، رئيسة مصلحة برامج التنمية الاجتماعية لنشاطات التضامن والاتصال الاجتماعي. مرحبا بك سيدتي. شكرا للاستضافة. الله يبارك فيكم، وشكرا على تلبية دعوة إذاعة الجزائر من عينت مشان. إذن قبل أن نناقشكم موضوع الصدقة في رمضان ضمن برنامج السلوكات الرمضانية، نتابع هذه الأصداء التي جمعها ميكروفون الإذاعة.